اهلا بحضراتكم من جديد. خلونا واحنا في بدايه الاسبوع نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس الفتره اللي جايه. الامطار ممكن تسقط على عدد من المدن والمحافظات. من دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، اهلا بيكي. صباحك صباح الورد. اهلا بيكي استاذه نهى، صباح الورد عليكي وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. واحنا كده في بدايه الاسبوع عايزين نعرف حاله الطقس الكام يوم اللي جايين، وهل هيكون في توقع لسقوط امطار وفي انهي مناطق بالظبط؟ خلينا نقول ان احنا خلال هذه الايام بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وتلاشي فرص سقوط الامطار على اي منطقه من مناطق الجمهوريه لحد يوم الاثنين القادم ان شاء الله. العظمى على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين ال 26 وال 27 درجه مئويه فتره النهار، يعني هنحس بالاجواء المائله للحراره فترات النهار على اغلب مناطق الجمهورية. لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس وخاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. في فرق كبير بين درجة الحرارة فترة النهار وفترة الليل، بيوصل أحيانا ل 10 و 12 درجة مئوية في بعض المناطق. ده بالنسبة لدرجات الحرارة. الظاهرة الجوية المؤثرة معانا لمدة 72 ساعة قادمة هي الشبورة المائية اللي بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة قريبة من المسطحات المائية، دايما مع تكونها في الساعات المتأخرة من الليل وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس. مهم جدا ناخد بالنا من تكون الشبورة المائية. مع يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تبدأ تدريجيا درجات الحرارة تنخفض، تعود للمعدلات وتبدأ تاني فرص الأمطار تعود وخاصة على المناطق الساحلية بإذن الله. إيه النصائح اللي حضرتك تقوليها بقى للمواطنين سواء في ارتداء الملابس أو لقائدي المركبات؟ مهم جدا خلال الفترة اللي جاية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مش عاوزين ننخدع بارتفاع درجات الحرارة فترات النهار، لأن فترات الليل هنحس بالبرودة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة كمان إن الطلبة بيروحوا للمدارس في الصباح الباكر، فإحنا محافظين على ارتداء الملابس الخريفية فترات النهار وفترات الليل. كمان فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر هيكون معانا جاكيت لما نحس بانخفاض درجات الحرارة أكتر نرتديه، لأن الفترة دي فترة يعني نزلات برد كتيرة جدا بسبب باختلاف درجات الحراره. بالاضافه كمان قائدي المركبات والمسافرين على الطرق لابد من القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور اثناء انخفاض الرؤيه الافقيه مع الشبوره المائيه. ونصيحه مهمه اخيره، لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان دايما الخريف معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه والتباين الكبير في خرائط الطقس والتغير الكبير في التنبؤات من اليوم للتاني. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه.